عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعد الاطمئنان على قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا تكاد 8 رغم الجدل اللي رافقها، وإنما القمة كانت ناجحة تنظيميا وكذلك على مستوى النتائج والاستثمارات إن شاء الله. المهم هو أنه راوهم على أرض الواقع. التفت رئيس الجمهورية إلى بقية الأمور وبقية الشؤون اللي تهم عامة الناس، عامة الشعب التونسي، لأنه في الأيامات متاع القمة وقبلها بشوية صارت بوليميكا كبيرة في تونس على فقدان المواد الأساسية، وإلى حد الآن مازال الحقيقة فما برشا مواد مش موجودة، وإلا كيف تلقاها أسوامها متبدلة وبيها فما أسوام خيالية خلينا نقول بعض المواد يعني في تونس. المحروقات تقريبا رجعت الأمور إلى نصابها بخلاف الخلل اللي صاير في الأيامات هذوكم، رجعت نورمال مو رجعت يعني موجودة المحروقات في الكيوسك الكل، ما فما حتى إشكالية. أما فما إشكاليات أخرى في بعض القطاعات، القهوة، السكر، زيت النباتي، زيت نباتي قرابة 50 دينار يعني ب48 دينار وحاجة، مش معقول 5 لترات زيت نباتي ب50 دينار ب48 دينار وحاجة، فمش معقول هذا الكل. شنو اللي صاير بالضبط؟ عم ناول ولا قلت عم ناول في 2020؟ يعني 5 لترات زيت نباتي كانت في حدود 18 دينار 20 دينار، اليوم تصبح ب50 دينار. علاش احنا الساعة التوانسة نستغرضوا في بعضنا؟ كل ما تصير حكاية إلا ونستثمروا فيه. الزيت ما فماش مقطوع، نمشي زيت في سوم الزيت، العبيد باش تشري ما عندها ما تعمل، كذا موجود تفقد بيع بالسوم اللي تحب عليه. اي حاجة، كل ازمة، كل مأساة الا ونستغلوا ونستغرضوا في بعضنا، وهذه حاجة خايبة في رواحنا وفي بعضنا ولازمنا نستعرفوا به. كان في كورونا نستغرضوا في بعضنا، كان في اي حكاية الا ونستغرضوا في بعضنا وما نرحموش بعضنا، هذه حاجة خايبة فينا. الحقيقة ربي يهدي الناس الكل، ولكن نقول انه فما دولة لازمها هي اللي تلعب الدور هذا وتردع وتكون فما قوانين رادعة على الناس اللي تستغرب في الناس بسبب هالأزمات هذه واختلاق الأزمات به. ما قلنا احنا اسكو الأزمة هذه وراها غايات سياسية وإلا أزمة عالمية، الحرب الروسية الأوكرانية والانعكاسات متاحة على العالم كله، تونس مش بمنأة ومش معزولة على العالم. أحكينا سابقا على تصريحات رئيس الجمهورية وتصريحات زيدة وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزهي اللي حكي على أنه قال لازم التوانسة يتفهموا شوية وراهي فما أزمة عالمية وتونس ليست بمنأة على الأزمة هذه. اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يستدعي خليني نقول عدد من وزراء الحكومة إلى قصر قرطاج وبما فيهم وزيرة التجارة، اللي الجمعة اللي فاتت استدعى وزيرة التجارة زادة إلى قصر قرطاج وكان عنده خطاب حاسم وحملها مسؤوليتها وقالها بأن وزارة التجارة راهي عندها كل الآليات باش تطبق القانون، ما عليها كان هي تمشي تتصرف تطبق القانون على المخالفين على المحتكرين على المضاربين، وعندها كل الآليات من وزارة الداخلية تنسق معها إلى غير ذلك. نجيو اليوم زاد اللقاء اللي جمعوا بوزيرة التجارة اليوم في قصر قرطاج فضيلة الربحي بن حمزة. في اللقاء هذايا أحكيوا على ارتفاع المشط للأسعار المضاربة غير المشروعة في عديد المواد، وهذا اللي قاعدين نعيشه فيه. رئيس الجمهورية مؤكد جدد يعني التأكيد على أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقه في الحياة الكريمة، ولا بد من التطبيق الصارم للقانون. كما شدد رئيس الجمهورية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية على أن الارتفاع غير المقبول للأسعار هو ارتفاع مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، منها افتعال الأزمات في كل القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة
فمرة أزمة في الماء، وأخرى في الدواء، ومرة في مواد غذائية، ومرة في الأدوات المدرسية. في هذا الخصوص وأمام هذا الخطاب، رئيس الجمهورية يؤكد أيضا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم، وهذه جرائم في حق الشعب التونسي. ورئيس الجمهورية جرم هذه الأفعال اللي نطلبه واللي نعاود نقوله. سيادة رئيس الجمهورية، يكفي من تشخيص الوضع، سمعنا الكلام هذا ألف مرة، اليوم نحبوا إجراءات عملية. أنا نحب كيف نمشي نلقى الأسعار العادية اللي مسعرتها الدولة، ونلقى المواد اللي هي موجودة في الدولة، ما نحبش نسمع لا احتكار ولا مضاربة، لأنه اليوم رئيس الجمهورية والحكومة متاعه عندهم كل الآليات وكل السلط باش يطبقوا القانون. رجاء سيدي رئيس الجمهورية أنك تطبق القانون، وأنه أنا كمواطنة ولا أنتم تسمعوا فيها زيادة كيف تمشي باش تقضي، تلقى كل شيء متوفر وبالسوم اللي مسعرته الدولة. كي تبدأ فما حكاية أخرى، فالدولة هي اللي تتحمل مسؤوليتها في الأمور هذه. ماذا بينا رئيس الجمهورية، يكفي من التشخيص ويكفي من الخطاب. رجاء سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. اللقاء الثاني كان مع وزير التربية اليوم فتحي السلاوتي، خاطر تعرفوا البوليميك اللي صارت على الكتب والأغلاط في كتاب الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي، أخطاء معناها تحشب، ومن بعد الأساتذة اللي كتبوهم اللي كتبوا الكتاب قال لك احنا خاطين، الأغلاط هذه راهي ما مش احنا عملناها، احنا بعثنا لهم كل شيء صحيح. اللي صار بعد ما هما راجعوه، اول حاجه ما عطاونيش نسخه باش نطلع عليها قبل الطبع، ما حبوش، وثاني حاجه مش احنا اللي بعثناها صحيح وما فيش الاغلاط هذه الكل. رئيسة الجمهورية تقول بأنه هاللقاء هذية أحكيوا فيه على العودة المدرسية بطبيعة الحال من مختلف الجوانب، المدارس، التهيئة متاحة، الإحاطة بالتلاميذ في المناطق اللي تقتضي الإحاطة بهم أكثر، النظر في أوضاعهم الاجتماعية. ورئيس الدولة هنا أعرب عن استيائه العميق من تسرب أخطاء في الرسم واللغة عموما في أحد الكتب المدرسية، وأوضح أنه من المفترض أنه تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية. ويؤكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون أن يكلف نفسه عناء المراجعة والتمحيص. ونحب نقول هون في تعليق على الكلام هذايا، إنه راهو كل خطأ يصير راهو الثمن نتاعو باش يدفعوا رئيس الجمهورية. خليني أقول لكم، لأنه رئيس الجمهورية اليوم مسؤول على كل شيء، على الكبيرة والصغيرة وكل شيء. قولوا لي انتم مش مدخل رئيس الجمهورية في أخطاء، لا، تمس من صورته. وإذا كانت تتكرر الأخطاء هذه برشة 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 مواد ما فماش وبتلاعب معناها من أطراف معينة، أخطاء إذا كان يكون فيها تلاعب أطراف معينة وما نحملوش المسؤوليات، والشعب خاصة ما يشوفش، لازم الشعب يشوف اللي انتي حملت المسؤولية لشكون، وطلعت لشكون غلط، وعاقبت شكون غلط، وشكون عمل بالعاني في الغلطة هذه. سينو راهو رئيس الجمهورية هو اللي بش يتحمل الثمن والتكلفة. راهو الحكم ماهوش سهل، راهو الحكم صعيب. وإذا كان فما لوبيات تشتغل ضد رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية الحاجة الوحيدة اللي نجم وبكل ارتياح، زادة خليني أقول بكل ارتياح، يعني يحملهم المسؤولية نتاعهم، يطبق عليهم القانون ويكشفهم للشعب التونسي. حاجات بسيطة على الاخر، تطبيق القانون، شكونهم هما، شنو عملوا، وطبق عليهم القانون. وقتها رئيس الجمهورية ما هو باش يتحمل حتى شيء. اما لو يصمت رئيس الجمهورية ونقعدوا ديما نحكيوا على اطراف تحب تعمل ازمات، واطراف تحب معناها تعمل فضايح وتعمل كوارث وكل شيء، فانه راهو في الاخر، وإذا كان يتكرروا هذوما برشا مرات، راهو الرئيس هو اللي بش يتحمل وزر هالأخطاء الكل، لأنه هو المسؤول توا أمام الشعب التونسي بالدستور، بالقانون، بالمراسيم، بكل شيء، هو يتحمل مسؤولية كل شيء. به اللي قاعد احكيوا فيه على برشا حاجات اخرين، المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، قطاع التربيه بصفه عامه، بما انه هو من القطاعات السياديه زاده في تونس، اعاده مدرسه ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا والى غير ذلك، لانه التعليم مهم جدا. نحبش نطول عليكم برشا، التعليم مهم على خاطر اليوم
رامش نخرجوا أجيال الغدوة باش تخدم البلاد الغدوة، رؤساء ووزراء ومعلمين وأساتذة ومهندسين وكوادر في الدولة إلى غير ذلك. رام وليدات اليوم رام هما رجالات تونس غدوة، وبالتوفيق للجميع.